السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين، حان موعد الحضور والظهور الأول للكرة العربية هنا في الكاميرون، إفريقيات 2022، المونديال الأسمر على إيقاعات ماريام ماكيبا المام أفريكا في الدوري الخاص بالمجموعة الثالثة. أسود الأطلسي المنتخب المغربي هو الذي يقص شريط المشاركة العربية هنا في المجموعة الثالثة في استاد أحمد أيجو في ياوندي، 30 درجة، طقس حار وسخون، لوميديتي الرطوبة مقبولة مقارنة بالأجواء الخاصة بالرطوبة في القارة السمراء. هي مباراة قمة ولقاء كلاسيكو. 68، المغرب تأهلت بعد 1-1. رقم 20 إدريسو، اللاعب بابا، لاعب ريال مايوركا في الليغا. في الألقاب دائما تبدأ بداية صعبة، عرضية خطيرة وركنية ثانية، ما هو مؤكد البداية صعبة جدا. الأسود في غانا تمشي الكرة والانطلاق، عرضية خطيرة والحارس يا سوداء، منتخب غانا في الاتاك، ضربة راس خطيرة جوردان لغانا البلاك ستارز. 63 في أكرا، 65 في الشادي زويتن في تونس، والهاربين بالأجواء موسهل تعيش شهر في مجموعة في جروب. هم رقم 23 خطيرة بالراس، ترجع القائم الأول، رد بالك من كرة. المغرب في آخر بطولة خرجت من دور 16 في مصر ضد البنين، سليمي خرج كرة حكيمي وكرة في خط واضح ضد أشرف الريال والشامبيونز. وحيد هالي لوزيتش، الكرة الأولى والهدف الأول يضيع، كرة كانت من رومان السايس، كرة يمشي لكن أسبق المغربي، التغطية موجودة ودايحة التي تعصف باللاعبين وبالمنتخبات في بداية حظ المنتخب المغربي أنه ليتصابوا له وتمسوا هما اللاعبين المهاجمين بدون الكعبي بدون انس. يمشي كرة من عمران لعب كرة بالرأس على القائم الثاني، يمشي بالكرة الرومان بعيد عليه السايس كابتن المنتخب المغربي. زكريا بوخلال، صحيح، سوفيان بوفال سجل هدف واحد في اكتوبر اللي فات ضد المنتخب الغيني لوموا، والكره خطيره بالراس، ترجع الكره الى ميونغ الجابون رغم غياب بوبا بالكورونا. غدا الجزائر حامل اللقب من جهه حكيمي، التغطيه موجوده 3-1، برافو، يرجع كره منتخب ومره في الاولمبياد. والأخيرات التشكيل، الكرة على تشكيل الكرة في الجول خطيرة وفي خطأ للمنتخب الغاني، فاول المنتخب الغاني الكونغولية، تمشي كرة عكسية سوليمانو وبرافو رومان، حذاري من الأخطاء ياسين بونو يغلب على الكرة ويغطي ويربح سيمتر، كرة من ضربة مرمى للمنتخب المغربي. الكرة ترجع مرة أخرى مغربية، الضغط غاني واستخلاص الكرة، الهربة وفي خطأ، لا في خطأ وانذار، شوفوا قرار جوشوا بوندو، الكرة تمشي بعيدة ضربة مرمى. جمهور المغرب هنا على قلتي، الفريق الكبير المنتخب الأول ما حققش اللقب منذ 1982، أنا أرى أن المشكل الغاني 18 هدف دولي مع منتخب الغاني، انتصار في الماتش الافتتاحي للأسود في كاس افريقيا، وكان في مباراة الشهيرة ضد مصر، حلو التكنيك، ينطلق الهجوم خطيرة وفي خطأ، خطأ على رومان، هل تكلفه بطاقة صفراء من الأسود؟ الوصول بمراوغة وفي خطأ، في مراوغة ممتازة، الشوط يشوط كرة وحلوة برشا، المراوغة والتكنيك والانشينمون والتسلسل من 15 سليم ملاحة، خطيرة الكرة بعيدة، ضربة مرمى لياسين بونو، كرة كانت من لاعب أتلتيكو مدريد ليكس.